هنروح لنقطة مهمة جدا تاني، وهي علاقتنا احنا بقى بالدولة. كانت مها بتسأل باشمهندس بتقول له أنا كمواطن أعمل إيه؟ أنا كمواطن أشتغل؟ أنا كمواطن أحافظ على بلدي إزاي؟ أنا كمواطن أقدر أخلي بلدي في أحلى شكل وصورة إزاي؟ وده اللي عمله عم عبد الله. خلينا نشوف إزاي قدر يحافظ على المكان، إزاي يعني عمل شغل محترم جدا. عم عبد الله يحيى يمكن خلى الناس تحافظ على بلدها ازاي، ده من خلال نموذج عمله محترم جدا. اما عبد الله يحيى سائق بالنقل العام، قدر يخلق من اتوبيسه مملكه خاصه للركاب، جاب لهم سله زباله وجاب لهم دباديب وجاب لهم اكسسوارات، زين اتوبيس والخط بتاعه بشكل محترم جدا. بيدينا نموذج محترم جدا لمها في ازاي ان انا اقدر احافظ، وازاي بقى انا ليا دور مش مستني الدوله، انا اقدر اتحرك لوحدي واحافظ على بلدي ازاي. بالظبط، يعني الدوله في الحقيقه يعني طبعا غير ان هي لازم يكون ليها دور رقابي شديد فيما يخص التعامل مع الممتلكات العامه، يعني ما ندخلش، ما تبقاش الدوله صارفه ميزانيات يعني كبيره جدا في تطوير اتوبيسات او في تطوير قطارات، وبص الاقي ناس بتستسهل جدا ان هي ترمي قمامه وتتعامل مع المكان كانه يعني سله مهملات كبيره، لان ده مش مكانك لوحدك، فلازم تتعامل معاه بمنتهى الحرص وبمنتهى النظافه، تحافظ على هذه الممتلكات لان انت والشعب كله بيستخدمها. القصه زي ما نشرها بالظبط موقع مصراوي، وعايزين نحييهم ان هم القوا الضوء على الجزئيه دي، ان عم عبد الله هو سائق الاتوبيس رقم الاستاذ عبد الله زي ما احنا شايفين، هو رقم الاتوبيس بتاعه رقم 1017 من المؤسسه لاكتوبر، قرر ان هو يخلي الاتوبيس عنوان لشخصيته زي ما احمد قال، وانه لما يتقال رقم الاتوبيس ده بالذات الناس تفتكره دايما بالنظافه وبالتنسيق وبكل التفاصيل الحلوه اللي هو فيه، احتراما لنفسه وتقديرا لممتلكات الدوله واحتراما للناس، معاني كبيره جدا في الموضوع ده. انت خليتيني عايز اركب 10 17 اروح من المؤسسه، اروح 17 يا عم عبد الله صباح الورد. صباح العسل يا فندم. بحييك وبشكرك، وصحيت حاجه جوايا ان انا لازم يبقى ليا دور كمواطن، ان انا ازاي اقدر احافظ على بلدي، ازاي انا اقدر اخلق حاجه جميله. الفكره جات لك ازاي او انت اشتغلت عليها ازاي؟ هي الفكره كلها ان انا كان معايا اتوبيس هاي اس، تمام، تويوتا سقف عالي، فانا كانت التويوتا دي بتاعتي، فكنت محافظ عليها وكنت مخليها يعني جميله، وكانت المهندسين اللي كانت معايا بتحب ان هي تركب معايا. بناء عليه لما اشتغلت في الهيئه، انا كنت الاول شغال في الهيئه قبل وانا معايا الميكروباص، تمام، فكنا العجل كان عجل قديم، وكنا بنحاول ان احنا نحافظ وبنظف مكان ما انا بقعد بتاع حاجات اللي هي ايه تعتبر العاديه، اللي هو عند اي سواق بيحافظ على المكان وبيقعد في مكان نظيف، بيحب ينظف مكانه وبتاع بيقعد في مكان نظيف. بدأت عليه ادوني عربية من اللي هي العجل الجديد اللي هو الأزرق. بدأت أخذت الأتوبيس، بدأت أحافظ عليه، بدأت أنظفه، بقيت أنا شايف إن أنا عاوز أبقى مميز، عاوز أبقى حاجة لبلدي، حاجة حلوة، عاوز اللي يطلع يبقى فرحان إن ده أتوبيس هيتنقل، مش أتوبيس هيتنقل العام اللي هو الثاني، لا انا عاوز يبقى الهيئه تبقى في التقدم واعلى واعلى. استاذ عبد الله اسمح لي احييك بشكل شخصي يعني من قلبي في الحقيقه على الخطوه الايجابيه الممتازه اللي حضرتك عملتها في موضوع انك تنشر ثقافه النظافه والحفاظ على المكان. الناس بقى الركاب استقبلوا ده ازاي؟ يعني هل يعني انت بعد كل المجهود الجميل اللي عملته من ان انت زينت الاتوبيس وحطيت كمان سله مهملات، احيانا الناس بتبقى حجتها ايه؟ ما انا مش لاقي مكان ارمي فيه القمامه. طب انت وفرت لهم كل الحاجات دي، هل لقيت في ناس تتخطى ده برضو وتفضل توسخ في مكان يعني ترمي في مكانها، ولا ردود الفعل كان شكلها ايه؟ هو هي صوابع المغزى يعني فاهم، الصوابع مش زي بعضيها، ففي اللي بيتعاون معايا وبيبقى عارف ان هو راكب حاجه نظيفه وحاجه محافظ عليها، وسواق منظف الارضيه ما حاطط بساقط، في اللي بيساعد وفي اللي ما بيساعدش. نعم. فبناء عليه انا قبل ما بطلع، انا اول ما ببدا شغلي وانا طالع بالاتوبيس، فبقول للساده الركاب ممنوع رمي الكمامه في الارضيه، في بساقط، احفاظ على الاتوبيس. صحيح.
يعني انا بشكرك جدا يا عم عبد الله، وعايز استاذنك في ان قناه تن تجيب كاميرا وتنزل تصور الاتوبيس ده، عايز ادي زقه ايجابيه كده لكل المواطنين وانا اولهم، ان ازاي نقدر نحافظ على بلدنا وازاي نقدر نخليها في شكل جمالي. فهستاذنك فريق الاعداد هيتواصل معاك ولو نقدر ننزل ونصور ده، وهننسق كمان مع الهيئه اللي هو رزق علي، راجل محترم جدا، واتوقع ان شاء الله انه مش بس هيكون تصوير، اعتقد ممكن يبقى في شكل من اشكال التكريم كمان عشان يبقى حافز لباقي سائقينا كلهم ان هو يعملوا كده، واعتقد ان شاء الله هيبقى في تكريم لعم عبد الله. انا اتوقع ده من اللي هو رزق، مش هيسيب حاجه زي كده ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا بنحييه جدا جدا وبنشجع النموذج الايجابي ده. وانا عايز انتهز الفرصه بقى كمان لاصحاب العربيات الفارهه، بعضهم اللي احيانا بيبقى هو سايق قدامك عربيه شيك قوي وتلاقيه راح رامي اي حاجه من الشباك، بستغرب بصراحه. يعني اذا كنت انت بتعمل كده، امال يعني لسه ما عندوش الوعي والثقافه. انت على مستوى ثقافه، انت المفروض على مرتفع وتعليم مختلف مثلا. بالظبط، متفق معاك تماما. بالظبط، والموضوع على فكره بسيط قوي، يعني حتى في شنطه ايدينا واحنا ماشيين ممكن نحط كيس بلاستيك فاضي عشان نرمي فيه حاجتنا لو مش لاقيين حته نرمي فيها عشان ما تبقاش حجه بس. وكل واحد في عربيته، اي محل جوه اي بنزينه بيبقى فيه باسكت صغير كده شكله جميل جدا بيتحط جوه العربيه عشان ترمي فيه حاجتك. انا ما بقولش اختراع، مش بخترع العجله، فيا ريت الناس برضو تاخد بالها من الجزئيه دي. النظافه حلوه على فكره جدا. اعتقد عم عبد الله هيخلينا نعمل ده ان شاء الله الفتره اللي جايه. وقال حاجه جميله جدا، ان هو نقل الفكر ده والاحساس ده من احساسه بالممتلك الخاص بتاعه والميكروباص بتاعه للعام. اذا هو ده اللي بيخلينا نحافظ، زي ما حضرتك بتحافظ على بيتك او تحافظ على عربيتك الشخصيه، لازم تحافظ على بلدك.